صباحكم الله بالخير. انا بس عندي رساله لمن يهم الامر، يعني هي بسيطه يعني ان شاء الله، بخصوص العلامات الارشاديه اللي بالشارع. يعني اشوف انا العلامات اكثرها مو نظيفه، يعني في بعضهم مو مبين الكلام حتى، فيعني انا اعتقد المفروض في صيانه بعد الغبار لما يصير مطر. في شركات الظاهر اللي حطوها تسوي لها صيانه تنظفها عشان الناس تشوف الشارع هذا وين، والاشارات المرور بعد مشكله، خرمس مرات تشوف طينه عليها ما صبخه ما تعرف الحمراء من الخضراء من الصفراء. اي هذا بعد انا مناطق هذه اللي هني على قولتكم هذا مناطق المخمليه وكذي، عيل برا هناك مساكين شلون؟ الظاهر ماكو اشارات.